على مدى 3 أيام وتحت عنوان الحدود بوصفها مسألة بين المقيم والعابر والوسيط، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمنت مؤتمرا ذا طابع دولي شارك فيه باحثون وأكاديميون من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. لقد انبنت معظم العلوم أساسا على مبدأ التصنيف، أي وضع الحدود بين صنف وآخر، بين خانة وأخرى، الكيمياء، علم الأحياء، الجغرافيا، وحتى الأدب الذي تم تقسيمه إلى 3 أجناس، المسرح، السرد، الشعر. إلى اليوم لم يتمكن دارسو الأدب من تجاوز هذا التصنيف الثلاثي الذي أرساه أفلاطون وثبته أرسطو. كان العلماء يعتبروا أنه الكون لا متناهي ولكن محدود، لأنه استاتيك، يعتبروا أنه في عدد لا متناهي من النجوم، من الكواكب، من كل شيء موجود بمحلاتها، مسافات شاسعة، مثل نظرية كانتر. إذا عندك لا متناهي ولكن له حدود فيك بالنتيجة إذا عندك وقت تحصيل. بنظرية النسبية العامة طلع مع أينشتاين لمن حلوا الإكويشنز تبعونه أنه الكون يتمدد. وتناول المؤتمر محاور مختلفة وتضمن جلسات أدبية وفنية وتربوية اجتماعية، انتهت بجلسة لمعالجة العلاقات بين الجغرافيا والحدود المبهمة لظاهرة الهجرة.